هلا يا احلى عائله، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله كلكم تكونون بمليون خير، مشتاقتكم كلش هوايه. رجعت لكم فيديو جديد طبعا اليوم، واخيرا عزيمه رمضانيه. شوفوا احب رمضان لما يجيني احد البيت، احس الاجواء تصير احلى. طبعا ابويا واخويا جوي من السفر، وصلوا قبل ساعه تقريبا، بابا صعدناه بما يصير الفطور لانه بعد لنا ساعه للفطور تقريبا. فاني جهزت اللحم، سويت الموزات، هسه راح احط لكم طريقتها ورا هذا المقطع، لان الموزات تاخذ بالفرن 3 ساعات، فستويتها وخليتها. هسه شنو راح اسوي؟ راح اسوي البرياني وراح اسوي الشوربه، يعني لانه ما عندي صراحه شيء وما كثرت بالاصناف للامانه، تعرفون وضعي، لانه اللي جايين هم اهلي مو غربه يعني. فبس يعني هذا الفطور مالتنا راح يكون، والحلا ورا الفطور راح اسوي حلا الطيبين بعشر دقائق بس، هذا ورا الفطور. نفطر ونصلي التراويح، واحد يشرب الشاي، وبعدين اقوم اسوي الحلا حتى ينهي الحار بحار. فهسه بديت بحشوة البرياني، راح اثرمها كلها ثرمة واحدة، وبعدين حتى اقوم اوقف على الطباخ وقفة واحدة بدون توقف. وعلى فكرة هذا الكرسي دا تشوفوه انا قاعدة عليه، والله صايرة ما ادري ايش احكي على نفسي، مرات حتى من اقضي اجيبها يمي على الطباخ اقعد واقضي حتى ما اضل واقفة، لانه الوقفة مثل ما تعرفون مو زين علي. قولوا لي انتم شلونكم؟ شو اخباركم؟ وين رحتوا برمضان؟ منو عزمكم؟ منو عزمتوا؟ يعني سولفوا لي، انا ممكن هذا اول فطور رمضاني اشاركه وياكم. قولوا لي وين رحتوا برمضان؟ منو عزمتوا؟ شلونكم بالصيام؟ طبعا يوم 17 رمضان، بس احتمال هذا الفيديو ما ينزل لكم يوم 17، لان عندي فيديو قبله راح ينزل اليوم، منتجته وجهزته ينزل قبل هذا الفيديو. شفتوا فيديو جنس البيبي؟ لو بعدكم شاركته على القناه، بس فيديو شورت يعني بقسم الفيديوهات القصيره مو الفيديوهات الطويله، لانه ادري بكم راح تسالوني وجزء ما شايفين الفيديو لانه هذاك ما بيه اشعارات. فساني شنو راح اثرم على السريع البوتيته والباذنجان، واخر شيء اثرم البصل والثوم حتى ما اخليه بمعين، على مود اقلل المعين حتى وراي اليوم الروتين كامل مكمل. بدي اسوي العصير بعد همينه، بس العصير اعوفه لاخر 10 دقائق قبل الافطار حتى يبقى بارد. يعني صراحه الشنينه عندي جاهزه، يعني جايبه كلاصات بس احطها على الميز. المفروض اسوي حلاوه التمر لانه خلصت مالتي الحلاوه صراحه، بس يلا مو مشكله، ما راح الحق اليوم على باكر ان شاء الله اسوي لهم حلاوه التمر. تحبون اشارككم فطور باكر همين؟ سمعت قطرة غلش جوعانة لين. اوكي بس راح نبدي بالباذنجان. طبعا ارد اقول لكم في الشي حتى قبل ما انتم تعلقون، حبايبي اخاف تشوفوني اطلع لكم هواية بنفس اللبس هالفترة يغلسوا. ليش؟ لانه باعوا اني بفترة الحمل ما احب اشتري ملابس، خصوصا هذا حملي، وبحملي بالياس هم نفس الشي، يعني انه اجيب لي 3 4 قطع واضل اداور بيها. ليش؟ لانه تخيلوا اني هسه ببداية السابع ووزني صاير 65 كيلو، يعني شقد زايده؟ زايده 15 كيلو. فاذا راح اشتري ملابس وبعد الولاده راح خلاص مو اقدر، عادي اي هدوم تجي على قدي راح البسها واقوم، بس لما اولد وملابس ما تجي علي فهيك راح اضطر انه العب رياضه وابدي اضعف وانزل وزن حتى ارجع لوزني الطبيعي اللي هو 50، لانه اني قصيره، فلما اسمن كلش يعني اصير اشبه البرميل باختصار. المهم انقطعت سالفتنا، فاني بالياس لما كنت حامل بيه زدت 20 كيلو، فهم بوقتها اشتريت ليش كم لبسه وخليتها. قالت قصيره الياس، ماما ما يصير تلعب بالسكينه هاي، بس ماما انت مو كلينشه، اذا تسوي بالسكينه معناها انت جروت، انت جروت لو كلينشه. لا انت كلينشة، بعدك كلينشة، لما تصير مثل ماما وبابا ذاك الوقت عد اخليك تقصه وياي. هسه من نسوي كيكه اصيحك انت عد اخبط وياي، اوكي؟ كيكه ممكن الياس يسوي، اوكي؟ اوكي يلا روح اقعد يم اخوك بالصاله، هسه يجي بابا وخاله حتى تقعد يمهم. يلا حبيبي اوكي.
شوف اخو قام يخاف لانه وحده. فاصل وانا واصل، هاي شايفين. وهسه راح نبدي بطريقة موزات اللحم. طبعا هاي الطريقة تقدرون تسووها للكتف، لأي نوعية لحم حابين تشوها بالفرن. أول شي خليت بهارات برياني، بهارات لحم، خليت زعتر بري أظن، فلفل أسود، بابريكا، يعني البهارات على راحتكم، أنتوا تخلون الأشياء اللي تحبوها، وأكيد نخلي ملح. وبعدها نخلط البهارات الجافة بدون ما نضيف لها أي سوائل. واللي راح أسويه راح أجي بهذه الطريقة اللحم أكون غاسلته ومنشفته كلش زين بالكلينكس مال المطبخ حتى ما يبقى بي أي مي. مثل ما تشوفون الطريقة قدامكم إنه أبدي أمسح اللحم بالبهارات بهذا الشكل. وعلى فكرة أنا هاي الطريقة هم أسويها للكتف الكامل، بس بما إنه إحنا اليوم اللي يعني بس بابا وأخويا جايين فما حبيت أكثر، لأن تعرفون برمضان الأكل البايت يبقى ما حد ياكله. شوفون هنا كنت ناسي أخلي بابريكا، بعدين تذكرت هم رجعت ضفت لها ملح وضفت لها زيت، تبدون زيت عادي، زيت زيتون، هاي هم كيفك انتي تفنني بيها. بعدين راح اجيب ورق الزبدة نخلي عليه الموزات، وراح اوزع عليه ثوم وبصل ورقار وهيل وقرنفل. وهنا مثل ما تشوفون راح ابدي اخذ الخلطة مال البهارات مالتي افرج بيه يعني امسحها، مدري شي ما اعرف شو يقولون، المهم غلسوا. واحد دايما ينتج هو صايم اساسا، يا دوب نجمع ايش تبات عندك عين. وهنا راح الفه كلش زين بورق الزبدة بحيث انه ما اخليه يطخ السيليفون، وبعدها راح الفه فد مرتين ثلاثه سيليفون بحيث انه احنا ما نخلي له اي هواء يدخل حتى يستوي بالبخار مالته. بالنسبه للشوي اخليه على درجه 200 فوق وجوا اول ساعه، بعدين انصيه على 180 واتركه ساعتين او ساعه ونص حسب فرنكم. هنا خليت الجدر مال العدس حتى يفور، وهنا حطيت الجدر مال الزيت همين. هسه راح املح البوتيته حتى اقليها اول شيء، وبنفس الوقت راح اشغل النار اسوي الشعريه. حتى صراحه اي حشوه مال برياني اخليها راسا فوق طاوله الشعريه يعني. بعدين اخصبها على التمن. لازم اجيب البازلية همين احمسها بعدين ويا الجزر، احمسها ويا الشعريه. نحط لهم شوية بسم الله. هذا الزيت هنا أنا أهم شيء عندي يحنى. هذا أنا مملحة. لا 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 ما اتفقناش كده يا أختي، تعال رجعتي هناك. صراحة أفكرت أسويها قبل التمن لأنه بعدنا ساعة فيت للفطور، فالتمن أسوي قبل نص ساعة حتى شنو يبقى حار، أصب رأسا من التهديرة للمعون مال الصبح حتى يبقى حار وطيب. بس خلوني أحمس الشعرية بسم الله. يلا يا عيني يا إيدي ورجلي. اكو معلومة شفتها على التيك توك انه لما تحمسون الشعرية خلونها ملح راح تشقر كلها مرة واحدة، يعني انه ما تصير على بعض. تعاوننا عكر؟ الياس دا يطبخون بس. يا قلبي قلبي قلبي. يلا هاي هسه ماما تسوي، شكرا على المساعدة. ماما انت ساعدي لي ساعدي. اي يلا هسه شوية وفرونا، انا بدي احط البوتيتا بالجدر ونحترق البوتيتا هواي. وي وي يلا وفروا وفروا. وي وي. وي وي احترق من زين. ماما تبي تحرقني.
قامي هيل عندي واني هبتها هذي بنتي. انا راح اسوي العصير، العصير نحتاج له 3 مكونات بالاضافه للشكر والمي. فراوله جامده ما يصير تخلون فراوله فريش ما تطلع طيبه، ونحتاج لانقايه وليمونايه وبرتقاله، واذا عندكم رارنج تستغنون عن ذولا كلهم تحطون 2 رارنج. طبعا مثل ما شفت دا تشوفون بالفيديو راح اعصر كل الليمون والبرتقال واللالنقي كلها اعصره بهذه المعصاره، واحاول اصفيها حتى ما ينزل النوى. بعدها تخلوه بكاسه، تخلوه بالدولك على راحتكم. راح نخلي كميه الفراوله، واكيد انتم تقدرون تزيدون الكميات حسب عدد افراد اسرتكم، والشكر يعني حسب الرغبه، وتقدرون تسووا بالخلاط. والصراحه انا هذه غسلها اسهل يعني، واكيد المي يظلون تضيفون شوي شوي لحد ما يصير قوامه زين. واذا بعد الفطور تقدرون تضيقوه وممكن تزيدون الشكر، وهنا اذا تحبون تصفوه لان تبقى حبيبات الفراوله يعني مبينه. بس انا ما كان عندي وقت كافي صراحه فما صفيته، خليته بهذه مع تقديم العصير. وهنا أنا بديت أصب، طبعا أذن علي المغرب واني دا أصب التمن، بس يلا مو مشكلة. بديت أصب البرياني طبعا، وصبيت الشوربة وديت اللبن وديت التمر، فبقى آخر شي بس التمن. واللحم حطيته عدة أقسب الوجه شوية، بس نسيت مو هاي الخبصة آخر 5 دقائق ما كل مرة تمر بيها طبعا. وهذا كان فطورنا وسهمنا وسهمكم، مليون عافية. ويا صباح الخير الظهر. طبعا طلعنا من الصبح يا دوب تسحرنا وصلينا الفجر وطلعنا من الصبح، رحنا المدينة بعيدة علينا كلش هواية، رحنا للسفارة العراقية لأنه عندنا شغلة بيها، فهم صورت لكم هيجي شوية. طبعا تعرفون بالسفارات ياخذون الموبايلات، بس صراحة السفارة مال هولندا كلش معاملتهم حلوة، وكلش الموظفين يساعدون يعني هواية يساعدون، خصوصا أنا خطية أكو موظفة تقولي لي أنا حامل وعندك طفل فأساعدك. هنا صورت لكم شوية من الطريق، وراها رجعنا للبيت. سارة ليش ما غاسلة معي الفطور؟ شوفوا كملنا فطور وكلنا الفواكه وحلينا وما اعرف شنو، فاني اساسا متعوده معي الفطور ما اغسلها. ليش؟ لانه فطورنا تقريبا 7 وشويه اوكي، واني جهالي ب8 تبدي سنكيرات النوم مالتهم، النحاسه مال النوم، فلازم ينامون. فخلص متعوده انه افطر نكمل الملم بس الميز، امسح الميز، اخلي كل شيء بالمطبخ مثل ما تشوفوها هسه مرتب وجاهز، بحيث بس ينامون انزل اغسله. بس اني لانه كنت قاعده من الصبح بوقتها بيوم اللي يجون اهلي، تعرفون نظفت البيت وجهزته، رحنا مسواق، رحنا ما اعرف شنو، فما اعرف شلون غفيت وياهم. الغفوه قعدت الفجر يعني، الحمد لله لحقت اسوي سحور واسحرهم علي. بتخيلوا كان ابوي واخوي طلعتهم بدون سحور للسفاره، فسويت سحور وراها، كان لازم راسا نبدل لان موعدنا من الصبح، فالطريق ساعتين بس دام ازدحام فدا يصير علينا 4 ساعات او اكثر. فراسا تسحرنا وصلينا وفورا بدلنا وطلعنا. فورا ما رجعت من السفاره مثل ما تشوفون غسلت المعين، قلت اغسل المعين وراها ابدي بالفطور من الوقت. يعني عادي ترى تصير، يعني انتم مغربة انا ستريدين تقنعيني ما فد يوم عفتي ما عين الفطور ما تجي للسحور؟ لا مستحيل كنا نسويه. طبعا هنا للمعين ما شاء الله هواية، على قولة ابوي هذا الاتيكيت مالتكم، الا تصبين العصير بهذا وصبيه بالدولكة، وليش تتعبون نفسكم وانتم تجمعون الشغل على راسكم. لازم تنزلين المعين المذهبة ولازم ما اعرف شنو، بس والله تردون الواقع. والحقيقة انه كلامه صدق، يعني احنا لو هيك مثلا يعني والله اني اكو ناس شفتهم هسه برمضان جايبين هاي المعايير البلاستيكية ودا يستعملوها، احسن من هالوقفة اللي يومية ورا الفطور ساعة ساعة ونص بس نغسل المعايير. والله يعني اني وصلت المرحلة انه كل ما ندار على الميز القى ورايا معون، يعني معود التمين طلعت وين كنت خاتل. على العموم هناك اغسل وانشف واشيل حتى تكفي السله، لانه سلتي مو طابقين هي يا دوب اساسا، واني اصلا ضايجه منها ومن شكلها، ما اريد سله بالمطبخ احس تهوس المطبخ. طبعا كملت كل غسل المواعين مثل ما تشوفون وياكم، وحطيت لكم هاي الفقره لانه اعرف بيكم تحبوها. المواعين السوداء شوفوا شكلها كلش انيق على السفره، بس عيبها اذا من مسحت هيجي وتنشفت تبقى كعبالك مطقعه اوكي. فصراحة عاجبني اغير الموديل، يمكن ابدل المواعيني بشفافة مذهبة يمكن تطلع احلى.
حذرتوا فطور اليوم من الفيديو طبعا، او اكثر ثلاث اشياء لازم تخلوها ضرورية بالتشريب هي عصير الطماطة، الحمص، والنومي بصرة الاصحاح. هاي تنطيكم تشريب دجاجي موت صراحة، لانه كنا طالعين وطريق وتعب، فاختاريت اسوي فطور سهل وسريع يعني مو متعب، فقررت اليوم اسوي تشريب دجاج. وصراحة ما اعرف، اني احس التشريب برمضان طيب وخفيف، وما اعرف يعني انا بالنسبة لي زوجي لازم لو تمنوا مرقلوا تشريب وسألت أبويا قال لي عادي ناكل تشريب، فهنا أنا حطيت له المي الفاير وخليته على راحته. وهسه راح نبدي نسوي الشوربة. طبعا اليوم حسوي شوربة تفطر، فخليت الزبدة من البرحة مثل ما شفتوا بالفيديو سويت شوربة عدس، فخليت الزبدة وخليت عليها الطحين. طبعا الطحين يكون كميته أقل من الزبد، وظلوا تحركوا بهاي الطريقة لحد ما يوصل لهذا القوام، هذا الشيء ما يخلي الطحين يلكلك. وهنا أنا خليت الفطر المعلب، وطبعا أكيد إذا عندكم فريش يصير أطيب، بس أنا نسيت أشتري فريش فسويت معلب. وإذا طلعت خفيفة تخبطين مي وطحين وتخلي، بس المهم إنه تتأكدين ما حتى ما يلكلك عندك. وهنا طبعا همين أضفت المي الحار، كله حاولوا تضيفوا مي حار، وإذا عندك هنا بهذه المرحلة مي دجاج تطلع أطيب وأطيب، بس أنا لازم أسويها نباتية على مود أبو إلياس، مثل ما تعرفون ما ياكل لا لحم ولا دجاج. فهنا من قربة تريد تفور خليت لها الكريمة، ما عندك كريمة تقدرين تستبدليها بقشطة بحليب عادي كله يصير، بس أنا أفضل إنه تستبدليها بقشطة. راح أظل أحركها، وبالأخير آخر إضافتين اللي هي شنو؟ اللي هي الفلفل الأبيض والملح، بس أكثر من هيك كل شيء لا تضيفون، وإذا تحبون تخلون ماجي هم براحتكم. طبعا أظل أحركها لحد ما تفور وتسخن، وراها أطفيها. وهذا كان فطورنا، وغلسوا سامر وسخ الماعون بالشوربة، وإلياس صب التمل بالماعون، والدنيا انقلبت عليهم تعرفون الجهال صايمين أكثر من عندنا. وهنا همينا هاي معون الحلويات والفاكهة، وأنا وياكم وصلت لنهاية الفيديو. إن شاء الله يا ربي صيامكم مقبول وإفطاركم شهي، أحبكم كل شيء، انتظروني فيديو جديد.